الحالة الدقيقة 58 والهدف المرفوض للرجاء في الدقيقة 58. السي محمد تفضل. هنا العملية اللي تم اللي تدخل فيها الحكم ورفض إصابة لصالح فريق الرجاء البيضاوي، لأن قبل منها كان الخطأ ارتكبه اللاعب رقم 3 سيفلا قبل، ولكن هنا اللاعب رقم 3 هنا فين ارتكب ارتكب مخالفة على اللاعب رقم 23 من المغرب تطواني، عاد مشات الكرة عند المهاجم اللي قذفها مباشرة للمرمى، ولكن كان الحكم سبق وأعلن على الخطأ. دقيقة 60 الحكم تعلن على ضربة خطأ لصالح. لا لا ما تعلنش هنا، لا لم يعلن على لمسه يد. نعم تفضل انت. هنا كذلك هنايا من خلال هذه العملية ديال القذف ديال الكرة، هنا كيبان المدافع ديال فريق الرجاء البيضاوي انه نقز على الكرة وحاول انه يمنعها باش توصل للمهاجمين باليد ديالو. هنا لو انه الحكم انتبه لهذه العملية كان غادي يعلن على ضربة جزاء لصالح فريق المغرب التطواني مع انذار اللاعب المخالف، لانه لمس الكره متعمد، لانه هو مشى يلعب الكره، مشى لها بلونجون براسو ملي شافها مشات له، ماشي بقى اليد ديالو مجبوده بحال نفس لوكات. هذه الحاله عرفت احتجاج اقل، لان السرعه اللي داز الكره ما وقفاتش. الحاله اللي جات من بعد هي اللي عرفت احتجاجات، هي ضربه خطا اللي الحكم بعمراني في مربع في دخول مربع العمليات، مع ان الناس احتجوا وقالوا للداخل شوفوا القضيه. تفضل سي بطاطا. هنا الحكم اعلن على ضربه خطا مباشره خارج، هنا كيطلب الاستشاره من الحكم المساعد على اساس انه الا كان شافها، ولكن هنا كتشوف بان رجلين اللاعب والجسد ديالو كله لداخل بما في ذلك اليد ديالو. هنا اللمسه كانت داخل 16 متر و50. الحكم هنا اعلن على الخطا، ولكن سوء التقدير فين كانت، واش لداخل ولا لا برا. هنا كنخص باش نعرفوا واش اراديه ماشي اراديه، هنا واش فولونتير ماشي فولونتير. اللاعب مشى شافها القذفه جايه اليد معاها، ما هنا ما عندوش غير اراديه، علاش ما تكونش غير اراديه؟ هنا شافها جايه. هنا المساله اللي غادي نركزوا عليها هو ان كاين واحد المسافه اللي هي بعيده بين اللاعب القاذف واللاعب اللي اعترض الكره باليد ديالو. المساله الثانيه هو ان الكره ما كانتش فيها واحد السرعه كثيره باش يمكننا نعتبروها بال اناتوندو. المساله الثالثه هو انه مدد الجسد ديالو باش اعترض الكره. غير هنايا خصنا نشير لواحد المساله اساسيه، ومن خلال النظره ديال الحكم انه طلب الصيغه من الحكم المساعد باش يعتقوا واش الكره لداخل او على برا، ربما ما لقاش داك التجاوب باش يمكن لذلك انه باش قدرها خارج منطقه الجزاء. هنا المشكل هذا كيكون الحكم المساعد غادي مع ثاني اخر مدافع، يعني الفرق بينه بعض المرات وبينه وبين هذيك اللقطه كتكون على مشارف 16 متر و50، هو كيكون مع ثاني اخر مدافع. الا كان عنده ذاك حسن قراءه اللاعب قد تبان له يشوف فين كاين اللاعب، ولكن الا كان مركز غير مع ثاني اخر مدافع ما غاديش يشوف هذه القذفه بحال هذا الشكل. يعني هذا ضرب جزاء، لا ضرب جزاء هنا وانذار اللاعب ديال نشوفوا ضربه خطا اللي عطات الهدف.